السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد السبعي. الحلقة ديال يوم 8/1/2024 عندنا عناوين متعددة. من أهم عناوين هذه الحلقة قال ما قال بأن الجزائر تعاقب الإمارات، وبغينا عليها شي ضحكة قبل ما نكملوا تفاصيل الحلقة. يعني نكتة اليوم هي هذه، إضافة إلى أن هذه المرة أزمة جديدة كانت خفية اليوم أصبحت معلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الجزائر. جريدة جزائرية تنشر ما قاله بلينكن وزير الخارجية الأمريكي عن الجزائر. وعندنا واحد القصة ديال واحد الشابة من البوليساريو فضحت اليوم واحد التجارة أو الاتجار بالبشر يقوم بها الكابرانات وكذلك عصابة البوليساريو في إسبانيا. فضيحة مزلزلة، فيديو صغير في العمر ديال واحد 50 ثانية نشرته هذه الفتاة، زلزل عرش المرادية وكذلك المرتزقة ديال البوليساريو. ولدينا كذلك في هذه الحلقة غادي نتكلموا على محمد ترك طليق دنيا باطمة، ما كتهمناش المشاكل اللي بيناتهم، شغلهم هذاك، ولكن سنرد عن تطاول عن تربية الملوك والتربية ديال المغاربة، وإضافة إلى خنشلة جديدة من قصص الخنشلات، سرقت الدقة المراكشية وأصبحت تراثا جزائريا. حلقة مهمة بزاف، تبعوها معنا من الأول حتى الآخر على بركة الله. مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة، شكرا جزيلا ديالكم لاختيار قناة محمد السباحي فضلا وليس أمرا. بغينا الجيم ديالكم، راه مهمة جدا، فالفيديوهات اللي كتكون فيهم واحد نسبة كبيرة ديال الجيم ديالكم كنشوفوا بأن السينيال كيكون فيها ضعيف جدا او انه غير مرئي، لهذا اكثروا من اللايكات رجاء. ونبداو لكم بهذه الصور من المملكه المغربيه الشريفه، لاعبات فريق تشيلسي الانجليزي المتوجات بالدوري الانجليزي يتجولن في طمانينه وسكينه في كورنيش مدينه اكادير، ويستمتعن بالاجواء الدافئه في هذه المدينه. الله يجيب شي شتاء، واخا هكذاك واخا كنقولوا الاستمتاع بالاجواء الدافئه، الله يجيب شي شتاء. فمنطقه اكادير رغم ان المناطق الاخرى كلها ولله الحمد نزل فيها الغيط الرباني، فالحد الان نواحي اكادير كنقول الله يلطف بنا يا رب وتجيب شي شتاء. نعود الى هذه الصور، كما كتشوفوا معنا لاعبات فريق تشيلسي ووراءهم قمه الجبل اللي فيها الشعار الخالد للمملكة المغربية، الله الوطن الملك. أمين عدلي اللاعب ديالنا اللي غادي يعرف المشاركة ديالو في أول نسخة ديال كأس إفريقيا هذه السنة، كان يستعد لرحلة مع المنتخب الوطني ووصل الطف تقريبا قبل يوم من الرحلة الخبر ديال الوفاة ديال الوالدة ديالو. آخر الأخبار بالنسبة للناس اللي كيسولوا واش أمين عدلي غادي يشارك مع المنتخب ولا ما غاديش يشارك، غادي نقول لكم آخر ما توصلنا به أنه غادي يشارك اليوم في الجنازة ديال الأم ديالو إشيعة، واليوم أو غدا غادي يسافر لملاقاة والد الكراكي والكتيبة ديالو إن شاء الله. وكنتمنى تكون يكون عندنا أحسن لاعب، يكون مفاجأة الدورة هو أمين عدلي، ولما لا ياخذ الهداف إن شاء الله إلا تعطاته الدقائق الكافية باش يلعب الماتشات بإذن الله. وندخلوا معكم إلى بعض الأخبار الأخرى، ونبداو لكم بالدقة المراكشية. الدقة المراكشية نهضة سيدي، بعض الجزائريين كنعرفوا واحد الموقع واحد لاباج كبيرة سميتها أصوات مغاربية، هي تابعة للشبكة ديال الحرة، وهاد الشبكة ديال الحرة كنعرفوهم ما عندناش مشكل مع الحرة، قناة عندها مع المغرب عزيز على المغرب، ولكن يعني رؤى مدير التحليل ورؤساء ديال الإدارة الكبيرة ديال هاد القناة ماشي بالضرورة غادي يعرفوا أي حاجة. ناض واحد الكرولي من الكراغلة اللي كيشتغل مراسل
هذه هي القناة صفة واحد 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 الصور واحد التقرير اعتبروا بان ما ستشاهدونها معي الان كتشوفوا دابا اللقطات بان هذا تراثا جزائريا. نشوفوا بعض اللقطات ديال هذا التراث الجزائري. كما كتسمعوا معنا مزيان وما بغيناش نخلو لكم الفيديو بزاف لان كاين حقوق النشر، الدقه المراكشيه. شوف هذا الدقه المراكشيه منتشره في المغرب كامل، منتشره في كاينه في طنجه، كاينه في تطوان، كاينه في الداخله، كاينه في العيون، كاينه في اكادير، فين ما مشيتي كاين هذا النوع، كيدار خصوصا الحفلات وكذلك بعض الاستقبالات. اذا كان شي حفل شي واحد بغى يدشن شي حاجه كتكون هذه الدقه المراكشيه، ولكن كنسميوها الدقه المراكشيه. حتى شي واحد ما تجرأ ويبدل ليها السميه، ولكن كنلقاوها في وهران كما قال هذا كيسميوها قرقابو. قرقابو هو داك القرقابو، داك القرقابو ديال قناوه. حنا كنعرفوا الدقه المراكشيه يعني تراث ضارب جدا في التاريخ. ملي كنسولوا الجزائريين كنقول لهم عطيونا اقدم فرقه عندكم كدير هاد الدقه المراكشيه، كيقول لنا هاد الفرقات المحبوب اللي باقيين حيين. دابا هذا عندهم تراث، فرقه تاسست سنه 1992 يعتبرونها تراث في الزمن اللي كانت الحدود المغربيه الجزائريه مفتوحه، وكانوا الجزائريين يدخلوا المغرب والمغاربه يدخلوا الجزائر، وبالتالي ما شوف حتى المكان حتى المدينه دائما كنسمعوا ملي كيبغيو يسرقوا الزليج كيقول لك اصله من وهران. ملي كيسرقوا دابا الدقه المراكشيه اصلها من وهران. ملي كيسرقوا القفطان المغربي كيقول لك اصله من وهران، مدينه حدوديه مع المغرب. حنا الا سولتي القفطان في المغرب شنو هو الاصل ديالو كان غادي يقول لك فاس، ولكن الاكثريه ما غاديش يعرف لك المكان ديالو بالضبط لانه منتشر في المغرب كله. الاصل ديالو المغرب، هذوك الاصل ديالو وهران، مدينه حدوديه مع المغرب. دائما مدينه حدوديه مع المغرب اللي في اطار هذا امر عادي، امر عادي. واحد مع الحدود غير شي حاجه بارده حتى حدا شي حاجه سخونه، وحده حدا وحده الحاجه السخونه غادي تاثر في لي ليميت في الحدود ديال الحاجه البارده، يعني في الحدود ديالها فقط. وزيد على كذلك شي حاجه يا ربي السلامه معفونه، تفاحه معفونه حطيتها حدا تفاحه صحيحه، هذاك العفن سيبدا بالمنطقه الحدوديه وسينتشر. ولكن اصل العفن، احنا كنقولوا الفن المغربي يصدر الفن ولا يصدر العفن، يصدر الاشياء الجميله فقط. دائما المركزي يؤثر في الحد اللي هو وهران. كنتمنى الفكره تكون وصلتكم، ولكن واحد الحاجه في هذا الفيديو اللي ماشي ديالنا هي هذا الرقصه ماشي ديالنا، هذا تراث جزائري. جمع 1992 كتقولوا يلا دارت هذه الفرقه، حنا في 1992 برنامج مغربي على القناه الاولى احتفى بالتراث ديال الدقه المراكشيه. اتحداكم جيبوا لي شي فيديو قديم عن الدقه ما تسموه انتم بالقرقابو في الجزائر، كنتحداكم جيبوه لينا.